وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو الأخبار؟ طيبين إن شاء الله، مرتاحين؟ اسمحوا لي أنا ما أقدر أمسك الموبايل وأنا قاعد أسوق، فقلت أحسن أحطها الزاوية هذه عشان تشوفوني عدل. تسمعوني عدل ولا ما تسمعوني عدل؟ على وين؟ طالع توني من السينما، كنت في السينما شفت فيلم أناتونيا وحطيت الريفيو ماله على السناب. انزين، اهلا وسهلا صابرينا. ومين بعد هذا؟ ما اقدر اقرا ترى المقلوب او على الزاويه. انزين، وين المشاركات يا جماعه الخير؟ نحن نبغى مشاركات حق المسابقه هي مالت الاوسكار. ادري ان اكثركم يمكن الموجودين هنا يعني السينما الهنديه والامور مثل هاي، بس المشاركه في حتى السينما الامريكيه الأوسكار، ليش أنا مسوي مسابقة الأوسكار هاي كل سنة أسويها؟ لأنه الأوسكار يمكن نوعا ما يعني الأفضل إذا قارناه في مسابقات البوليوود طبعا، يعني حتى الآن النزاهة موجودة ولو بنسبة يعني جيدة، أما بوليوود تعرفون كيف النزاهة هناك في مسابقاتهم. فنباكم تشاركون في المسابقة، وهلا هلا المسابقة جدا سهلة يعني ما يبغى لها شيء، الاختيارات موجودة. وتختارون 9 أمور اللي هي أفضل فيلم، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مخرج، أفضل ممثل مساعد، أفضل ممثلة مساعدة، أفضل أنيميشن، وأفضل فيلم أجنبي، وأفضل سيناريو أصلي. يعني 9 أشياء تختارونها، ويكون في مثلا فرز من بعد الفرز. هذه الاختيارات اللي هي الأقرب للصحة، وإذا كانت يعني جيدة في المركز الأول له جائزة، والثاني له جائزة، والثالث له جائزة. فشاركوا يا جماعة الخير، يعني بالعكس لها فايدة انك راح تطلع عن طريق جوجل عن الافلام هذه وعن المخرجين الافلام هذه، لانها افلام جميلة ومهمة. يمكن تشوف هذه الافلام هناك، ايضا في قراءات الخاصة لبعض هذه الافلام اللي مرشح للأوسكار، راح تعرف عن طريق القراءة هذه الفيلم هذا راح يحصل شو من جوائز في هذه المسابقة. وكذلك انت راح تتثقف ثقافة خاصة عن هوليوود، عن افلام هوليوود الموجوده السنه اللي طافت، ويمكن حتى السنين القادمه راح تهتم اكثر لهذا الموضوع. لان صراحه مسابقه الاوسكار اشوفها افضل مسابقه في مجال السينما وفي مجال الجوائز السينمائيه. غطوي هي، ها زين. كيف اشارك؟ المشاركه سهله جدا، المشاركه موجوده عن طريق اخر بوست انا حطيته في الانستغرام. الشروط موجودة، الشرط الرئيسي في هذا الموضوع كله أول شيء تكون أنت مسوي فولو حق الانستغرام اللي عندي، ثاني شيء تعمل 5 منشن حق 5 حسابات مختلفة في التعليق طبعا، وثالث شيء تحط لي 9 أجوبة 9 اختيارات داخل التعليق، وأيضا ترسل لي إياها على الخاص، ترسل لي رسالة على الخاص أن هذه اختياراتك 9، بس مرة واحدة تسويها وتكفي. بس باقي 3 ايام على المسابقه، اعتقد يوم الاثنين او يوم الاحد 3 مارس راح يكون اللي هو الحفل الاوسكار. نعم، انا ما قادر اقرا الاسئله، فبضطر اني اقرب شويه التليفون اشوف شو الاسئله واعدل التليفون.